شن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين هجوما عنيفا على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية الأزمة الأخيرة بين الطرفين بشأن ملف النزوح السوري وعودة النازحين. وقال شرف الدين لبرنامج الحدث إنه بعد نجاح الخطة وزيارة سوريا بعلم وموافقة الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تغيرت الأمور وبدأ ميقاتي يقوض صلاحيات الوزير. ما بيجتمعوا، ما بيجمع اللجنة، الرئيس ما بيجمع. إذا فرجيك الرسائل والواتسابات والمناشدات والترجي، تفضلوا نجتمع كلجنة. أنا طالع على سوريا، تفضلوا نجتمع. وطبعا غطيت حالي قانونا لأنه أنا بعرف كيف ممكن يشتغل ميقاتي. كتير شغلات قرارات أخذناها مجلس الوزراء ما كان نزلها بمحضر الجلسة. قرار تكليفي بتطلع على سوريا بشهر 4 اللي كل الوزراء كانوا موجودين وحكي حضرتك كفي بسوريا وموجودين كلهم، فخامة الرئيس موجود. بفتكر ما نزل بمحضر الجلسة. باجتماع عودة النازحين ما كان في أمين سر عم يدون، كل شيء حساس أنا معني فيه ما كان ينزل بمحضر الجلسة. حتى بلجنة صياغة البيان الوزاري اللي أنا كنت فيه حط كل الأسماء إلا اسمي. طب وحضرتك رجعته للأمين العام، شو قال؟ قال لأنه أنت رفعت إيدك وشاركت من خارج المدونين على الأسماء. يعني حجج. ما بدين يكون في علم من أول يوم، بدين زيادة عدد، وهيدي طويلة كثير على رقبة أي واحد بيحاول يحجمني. الدولة السورية قدمت كل التسهيلات والتقديمات للعودة، عجلوا باجتماع اللجنة بعد ما في شيء جاهز. أوكي، شو كان فكرة من الاجتماع اللجنة؟ أنه يصدروا بيان أنه حصروا الملف بهكتور، يعني سحب السجادة وسحب الملف وتقويض كل شيء عملته، لأنه الخطة جاهزة. خطة جاهزة 100%، مش لإعادة 15,000 بالشهر، لإعادة مفتوحة لعدد كبير. شرف الدين كشف أن ميقاتي غير مكترث لموضوع عودة النازحين، وأنه حاول التواصل أكثر من مرة مع ميقاتي للبحث في قضية النازحين لكنه لم يجب على الاتصالات. واضح للعيان وللشعب اللبناني كله، في جهة عم تشتغل بإخلاص وبتفاني لنجاح خطة معينة، في واحد عم يخربط، في عليه ضغط دولي، وأنا حللتها إنه له مصالح وعنده مكاتب واستثمارات، ما في زعل الغرب، والغرب اليوم بده يستثمر الملف السياسي بسوريا. كلام وزير المهجرين استدعى ردا من فارس جميل المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد أن شرف الدين مصر على فتح سجالات جانبية واختراع أخبار غير صحيحة. يا معالي الوزير، ما حدا بحجمك، الكلام اللي يعني الكلام غير اللي يلي حضرتك بتقوله هو يلي بحجمك، وهالكلام ما بيعطيك حضور سياسي أنت عم تفتش عليه. الأفضل يكون الخلاف السياسي لايق بتعبير لايق يا معالي الوزير، لأنه اللي حضرتك عم تقوله كلام يعني يصلح للشارع ولا يصلح لوزير محترم مثل حضرتك. لما انعملت الخطة يلي معالي الوزير بيقول عمل خطة، كانت التطورات بمطرح ما، لكن بعدين صار في اتصالات من قبل المجتمع الدولي، من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، اعترضت على الخطة اللي تتعلق بإعادة النازحين بالشكل يلي مطروح فيه، وبالتالي لبنان من غير الوارد يفتح مشكل هذا الضرب الحساس مع المنظمات الدولية مع الأمم المتحدة. هالمشكل لا بيفيد لبنان ولا بيسرع موضوع عودة النازحين. منذ انطلاق السجال حول هذا الملف بين وزارة المهجرين والحكومة، كانت حجة الأخيرة ضعيفة أمام خطة مكتملة المواصفات عرض فيها وزير المهجرين بالوثائق والمستندات مسار العمل لحل ملف أزمة النازحين الذي أرهق الدولة اللبنانية ماليا واقتصاديا واجتماعيا. ربى الفرن، قناة الجديد.